السعي وراء الربح تعدى الآن الغش من الشركات الأجنبية. الأكثر إثارة للدهشة هو أن المقلدين وجدوا طريقة لتقليد الطبيعة كي يجنوا المال. في يناير من عام 2006 اكتشف بيض مقلد يباع في 3 مدن صينية. إنها تحتوي كيماويات صناعية قد تسبب اختلالا عقليا، لكنها أرخص من تربية الدجاج. كل شيء يقلد في الصين الحديثة، فطالما أن هناك مالا سيجنى سيكون هناك تقليد.